إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا ليال إلهي بامهاتسن مذنو ونكسن متيستي إن لقوم هذه الرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. معاشر المؤمنين، عاوى أو أي إسنين سوء قليسو ما أنتو أحد أو تكتي عاو إسنين بسوء قليسة ربيع الثاني كالبر كذا لدافي أو آخرتي بشا الوجرة وحان أبلن سنهاي كلمات إن شاء الله أن سوجي إذن دونه أو أنت إذن كأن فعذانا أذكى قاذن إيسان أنت أد كمحي أحيدا يي أنت أتسلوكتان أدي سيجتكي دونتان أو أد محي أحيدا يي ننكيري أو جتكي دونتان إن شاء الله. لكن وحان اسكود يي إن شاء الله تبارك وتعالى وح إذن أنفع أن وح إيترا مويانة إن أنا نعاود دقيهنا وح سيدا أسير إذن أنا إذن مقشين سدح قضب هرتا كهدل ربا سدح ذا قضب انت انا كهدلين امام كي ان تجيي امام يحيى شيخ يحيى وقاري انا وحنا قلت تجيي وطور هذا البهل كاي راعي سورة الطور نبي صلى الله عليه وآله وسلم باكوتو كذي صلاة مغرب ولبا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أسعتي نمبا دقيستي دريق مرأي ننك دريق مرأي مركو دقيستي كتاب كإلهي إيه قنطالة إزدبيال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أم أمتان بضن أو قرنق شذا أذك أي كجرتو ننكي وحيري قلبي قيقا أفكين وصوت آفان كبقي فكاد قلبي أن يطير قلبي إنو بوبو أو محيا هيدا يي صدع عنك بغي نكوا إسلامي مرك صوردو مغرب لقوتو كذا وحابرتين إذا جاء إيو ألم ترى إيو أرأيت الذي إيو هذا والقوتو كذا يقرت وطور إيو أعراف إيو صورة ذا دار بوالقوتو كذا مرة تارة هذا وتارة هذه وفي عنتا هاي وانا هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا رنتي وكشكرنا يا إمامك بعد شكر الله تبارك وتعالى
een waafajintana ilaahay baa iska leh tamam annana waxaan ku dadaalaynaa insha allah masaajidkeenan in aanu ka yeelo masaajid sunnada insha allah ay ku dhex noolaato baanu insha allah ilaahay ka baryeynaa maxaa yeelay waxaan markaanu dhisnayba waxaan ugu magac darnay masjid shariif cabdinuur oo imaamu ahli sunna fi bilaadina بلاد الصومال مفتقي ذي أو شريف عبد النور أها أو الدين إيا دقن إيا حشوت إيا آموس إيا محايا هيدا وح قلب لها أو ننكي قرن يي با قرن يا أنا يقول الله سو غريبي وح بدن والله سو مري وح بدن نوان كبرتي وح بدن نوا كزو دقيستي إلهي سبحانه وتعالى أن نقول فينا حقه ونقولها شريفك diinta ilaahay ee sunnada nabiga maxamed aanu ku jeclaanay meeshu maray ama sunnada la istaageen aanu ogeyn baanu wafaan ugu magac darnay masjidkeenan masjid shariif cabdinuur allah yirhamuhu marka waxaan mar walba ku farxaa markaan arko asaga oo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu oogayo sifatu salaad waa aragteen maalmo dhaweyd oo sheekh yuusuf xogweyn akhrinayay إنا كتبت قيب إنه أو محي هاي السنة ذو سيدا أوفافتو وإن شاء الله تبارك وتعالى وحان رنتي آد أكو فرح سنة هاي إنا كقيب غادرنا تمام قضب كلبات أن كهذا ليو أنت أن كهذا لين قضب كان موضوع محاضرة ذا مشيقين وان قريي أنا شيغين مقالة دي وامري واي أنا موضوع بشيغين أو أنا أران وحسن كهد ليا وذا دادا إي إمامضنا إي شيغين موضوع محاضرة دو وحدنا مقالة دي مري واي حافظ دي يريدو إسلي ميلان كامرو بان واي أو أقرن سنة في صومالي غاز ما أها قري إن لا يقوق بتيو محي هذا إسبار الله يدك تيو لا إلى الدرير يو ما أها وتلاقي تصال فربضن أي لا إلى يمي هذا محاجرة إني هو أصعتا سدا يسدا نين إير هذا إسكداف ينين إير هذا إني هو كنت لحتجن ينين إير هذا محي هذا يي محي هذا hadu bururka dabka yahay bilaawaha dhig u yeel intuba way lahaayeen soo ma garanaysaa een xaqiiqatan waan yaabay magaaladu siday u yara karkartay hada aniguna ma karkarin ee waxaan isla anigu xoogaa biyo ku sayr oo yara qabooji siyeeyeen isla gubane koode een horta arrinkana waa ka afeefanaya muxaadaradaydu ma khusayso ridintii sheekh Shible oo jimcadii dhaweyd oo mar labaad macallimiintii gow yiri haddana mar labaad inuu ku noqday oo weliba deel qaafiyadii sii sugay oo yiri kas iyo maag iyo kutalagalba iga ahayd oo waxaan rabay makhaayadaha iyo meelaha in looga sheekaysto baan rabay waa sida hadalka intuu yiri yaa idiin sheegaya wax kalena ku daray xoogaa kalena ku daray aniga asaga uma soconin mana rabin inaan radiyo mana rabin inaan radiyo haddana ma radinayo laakiin mar haddii laysla qaadaa dhigay mar haddii laysla qaadaa dhigay anoon talagalkayga ahayn muxaadarada ilaahay baa ii garanaya oo ii og marka muxaadarada bilaa aan iclaansanayay anoo og inaanan ka hadlaynin ilaahayna uu yoogaa subxaanahu wa tacaala laakiin ummaddii muslimada ahayd hadday dhulku la dhaqaaqay wax laba kelmadood oo laba daqiiqa aan dhaafsiisnayn baan ka oranayaa horta in la radiyo way mudan tahay sheekha ku laabashada uu ku laabtay iyo hadalladii uu ka dhex yiri muxaadaradaasi way mudan tahay aniguna ahal baan u ahay inaan wax ka iraahdo kelmadaas oo anayba i khusaysay oo tii horaan wax ka iri dhammaystirkeedana cid iiga mudan mayan jirin ilaan anaa bilaabay
way mudan tahay marka in wax laga yiraahdo. Anigu se ka oran maayo, waxaan se idin sheegayaa waxaan uu sheekhu ku celiyay oo uu cadeeyay kasiiyo maagiyo ku talagal inay ka ahaayeen jawaabtii ku gudboonayd anigu horey baan u sheegay. Marka in aan ku noqnoqdo amarka kooda horta waa ka leexday. Marka labaadna rakaluu ilaahay u bixiyey oo wataan maalintii hore ka afeeftay oo iri hadday cid kale ay hawsha u qumi lahayd oo ay iga qaban lahayd oo ay u dhaqaaqi lahaydna anigu uma soo banbaxayn, umana soo dhaqaaqeen. Maxaa yeelay oday lixdan jiraan ahay oo meel walba ka ciraystay oo magaaladiina iyo maxay ahayda ummaddii Soomaaliyeed xoogaa un maxay ahaydayay doonaya hadalhayntiisa iyo xishood iyo waxun uu iska jiro ma wanaagsana maxay ahaydayay in aad isi soo taagta mar walba waa laga yara haboon yahay oo doodahana dadku ma jecla badanaa. Haddase waxaan oga helay ama ogaaday rag kale oo wadaadka ku maqan isaguna waa ogyahay oo way gaartay niman madallatul madaris la yiraahdo, madallatul madaris alqur'aaniya guddigeedii iyo mudiiradii macalimiintii iyo wixii baa habeenadan oo dhan shirayay. Xalay waa shireen, habeen dhexdaas waa shireen, caawa waa shirayaan, habeen dambe waa shirayaan. Marka macluumiyadaas markaan ogaaday, macluumaadkaas aan helayna waxay igu sii xambaartay inaan aniga u banbixin. Labadii daqiiqo aan ballan qaaday baan oofinayaa. Waa maro horta horey baan waxaan ka oran karay, ka oran lahaa, waxaan ka oran lahaa horey baan ooga iri oo waa intii unbaa ku gudboon iyo qodobadii. Xoogaa yaroo mar labaada oo aanan ku dhici karaynin oo haddaan xataa usoo dhaqaaqi lahaa sheekha dhufays kaluu galay oo aniga inaan ka dabagala ayan iyo habboonayn. Sheekh Shible wuxuu galay dhufays kale oo kii aanan ahayn madaarista iyo maxay ahayda macalimiintii qur'aanka, oo wuxuu galay ansaaru sunna iyo lacag ururinteedii iyo masaajid iyo in ay wax ooga aruuriyey asaga iyo rag kale. Waan ooga aruurinay masaajid buu yiri. Marka ansaaru sunnana aniga odageedii ah oo waxaan firayaa risaaladaas anuu meesha marinayay sheekhu ilantiyo anaa ka daba tegay deel qaafiyadii hore. Marka haddaan u dhaqaaqo in aan sheekha mar labaad isu soo taago inaan radiyo, xoogaa waxaa iqaadaya ansaaru sunna difaaceeda iyo maxay ahaydayay aniga isdifaacideyda iyo maxay ahayd meeshii. Marka diintii baa yaraanaysa, ikhlaaskii baa lumaya. Marka dhufayskaas uu galay darteed kama dabageli kari oo xoogaa waxbaan la harayaayo ma fiicna adiga inaad isdifaacdid, ma fiicna. Anigu cid kale aan difaacayay madaaris iyo macalimiin qur'aan bay iga ahayd, laakiin sheekhi hadduu anigiina lugta ila soo galay cafa allaahu camaa salaf aan leeyahaye. Ansaaru sunna iyo waxay tahayna beri dambe oo bal hawshan ay dhammaato baan wax iska oranaynaa ani iyo sheekha iyo saaxiibkiiba, sheekha iyo saaxiibkiiba. Maxaa yeelay ansaaru sunna hadalhaynteeda sheekh Shible waa iigu horeysaa hadda, laakiin saaxiibkiibaa horay u hadalhayn jiray oo oran jiray waxbaa nooga maqan oo lacag baan la aruurinay saasay tahay, nin baana hadda ku tagrifala. Shible hadda iigu horeysa aan ka maqlo, inkastuu minbar la tegay, laakiin saaxiibkii intaasoo jeer aan kala fariistay oon iri war maxaa kaaga maqan ansaaru sunna, aan dhammayno, gacmo geel jira hoosaa loo dhaqaaye, aan dhammayno. Ilaahay iyo aniga iyo saaxiibkiibaa intaana ogoo markhaati ka ah. Marka bal ansaaru sunnadanay waxay dadka ka wadato yaa mawduuc gaara iyo mar gaara ayaan insha allah u qaban doonaa.